بعض الملحدين بيقول لك ان في اخطاء نحويه في القران. يقول لك يعني عندك مثلا قول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. فقال لك ازاي والصابئون مع ان هي معطوفه على ان الذين، الذين اسم ان تبقى منصوبه او في محل نصب يعني، فالمفروض المعطوف على المنصوب يكون منصوب، فازاي جاءت كلمه والصابئون خصوصا ان في ايه تانيه عندكم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اهي الصابئين دي صح لان منصوب، منصوب بالياء عشان جمع مذكر سالم، انما ازاي والصابئون؟ ما لا دي صح لا دي صح، يبقى حاجه من الاثنين غلط، وعقلي يقول لي الاثنين ما ينفعش يبقوا صح في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب بفيديو جديد. يا اخوانا اللي بيتصدى للردود على شبهات الملحدين لازم يكون فاهم نحو، لازم يكون متعلم نحو علشان ما تبقاش شبهه خايبه زي كده تهزك، خصوصا ان العلماء ردوا عليها. والامر بوضوح ان الايه اللي فيها والصابئين اللي هي ايه البقره دي من باب عطف المفرد على المفرد. ايوه صح زي ما انت بتقول، ان الذين امنوا، الذين اسم موصول مبني في محل نصب، اسم إن، آمنوا جملة صلة الموصول إلى آخره، المهم نوصل والصابئين معطوف على الذين اللي احنا قلنا إيه في محل نصب، فالمعطوف على المنصوب بيكون منصوب، يبقى والصابئين صح، اسم معطوف منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم نيابة عن الفتح. جميل، طب المشكلة عندنا والصابئون، ولا مشكلة ولا حاجة، لأن جملة، لأن آية والصابئون اللي هي آية المائدة مش من باب عطف المفرد على المفرد، انما من باب عطف الجمله على الجمله. تقول لي انا مش فاهم حاجه، اقول لك ببساطه تقدير الايه ان الذين امنوا والذين هادوا، كمل، او تقدير تقدير الايه ان الذين امنوا والذين هادوا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك. يبقى حصل تقديم لما هو مؤخر، قدمنا ما حقه التأخير، بيقولك تقديم ما حقه التأخير. طيب يعني الإعراب إزاي والصابون تتعرب إيه يعني؟ تتعرب برضو هنقول إن حرف توكيد ونسخ، الذين اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن، والصابئون دي جملة تانية، والصابئون والنصارى كذلك، يعني والصابئون ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو طبعا لأنه كان مذكر سالم نيابة عن الضمة، والنصارى معطوف على المرفوع. طب فين الخبر؟ الخبر محذوف يدل عليه ما سبق، يعني والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقول لي إيه يا عم أنت بتضحك عليا ولا إيه؟ تقول لي بقى تقديم وتأخير وتاخدني في دوكة. لا مفيش حاجة كده، أقول لك لا، ده هو ده من أساليب العرب. اسمع الشاعر العربي الفصيح بيقول إيه؟ فإياكو أمسى رحله، فإياكو أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب. قيار ده اسم الجمل، الراجل ده شكله كده محبوس في المدينة وبيتكلم على مشاعره الحزينة لما بيجي عليه، لما فإياكو أمسى يعني لما بيجي عليه الليل بيبقى بتنتابه مشاعر الغربة، وعايز يقول إن مشاعر الغربة دي مش بس بتنتابه هو، ده كمان الجمل بتاعه. فقال إيه؟ فإياكو أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار، ما قالش وقيارا، مع إن إني الياء اسم إن وقيار المفروض معطوف على اسم إن المنصوب ده يبقى وقيارا، لا ليه؟ فإني، لأن أصل الجملة أو تقدير الجملة فإني بها لغريب وقيار كذلك. فقيار هنا هتتعرب مبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما سبق، يعني دايما من الأساليب العربية المعروفة. وعموما طب ليه تقول لي ليه حصل تقديم أو تأخير؟ عموما تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لأغراض بلاغية، ممكن نتكلم للصبح في الأغراض البلاغية دي، انما انا المهم دلوقتي اثبت لك صواب الجمله او الايه من ناحيه النحويه. وفي بقى رد عام، لو انت بقى مش كل شبهه عايز ترد على الملحد فيها بخصوصها
انت قول له جملة عامة، قول له يعني الناس الفطاحل اللي كانوا منتظرين غلطة في القرآن، اللي هم يعني يعتبر من عصور الاحتجاج، ناس عندهم فصاحة بالسليقة والبديهة، لو شافوا الغلطة النحوية دي هيسكتوا عليها؟ كانوا هيتخذوها يعني تكئة لنسف القرآن أو الدين بحجة إنه مش ممكن يكون من عند الله، في أخطاء، فهم أعلم منك من ناحية الفصاحة والبلاغة والشعر، ففاهمين أكتر منك، فبالتالي لو في خطأ كانوا هم قرروه وقالوا عليه، كونهم ما قالوش عليه لأن عارفين إن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة، أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.